أسأل الله منكم، يقول فضيلة الشيخ هذا السائل من السودان، هل يمكن أن أعامل التيمم معاملة الوضوء وذلك بأن أصلي به أكثر من وقت؟ نعم، صحيح أن التيمم يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء، أي صلي به أكثر من وقت ما لم ينتقض وضوءه، فإذا انتقض وضوءه فإنه يتيمم مرة ثانية، كما أنه إذا انتقض وضوءه توضأ مرة ثانية. الصحيح أن التيمم لا ينتقض إلا بما ينقض الوضوء، لأنه يقوم مقامه. نعم.